إذن مشاهدينا في ذات الموضوع نختم الجولة من المجهر، ومنها نقرأ: اجتماع طارئ لنقابة المعلمين اليوم لاتخاذ قرارات حاسمة لتأخر صرف المرتبات. تعقد الهيئة النقابية لعمال التعليم في ولاية الخرطوم اجتماعا طارئا اليوم الأحد لبحث تداعيات تأخر صرف مرتبات معلمي المرحلة الثانوية. وحملت الهيئة النقابية البنوك التجارية مسؤولية تأخر صرف المرتبات، وأكد الأمين العام للهيئة عبد الله بابكر للمجهر أن الاجتماع سيناقش تداعيات الأزمة واتخاذ قرارات حاسمة تحفظ حقوق منسوبي التعليم. يذكر أن معلمي المرحلة الثانوية نفذوا وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية لتأخر صرف مرتباتهم. يعني عدم صرف أجور المعلمين وكثير من الجهات بسبب أزمة السيولة بالبنوك، ألا يهز ثقة العملاء في هذه المصارف؟ أول شيء هم بيهز ثقة العاملين في الدولة، لأنه المعلمين هؤلاء في ظروف مرتبات ضعيفة قاموا بمهامهم وبشغلهم وما أخذوا مرتباتهم حتى الآن، وبتحمل المسؤولية أول شيء مخدمهم وزارة التعليم، لأنها من دورها أن توفر لهم مرتباتهم ما دام هم قاموا بواجباتهم. دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية، المسؤولية الأساسية بتقع في عاتق وزارة المالية والبنك المركزي باعتبار هنا المسؤولين عن إدارة الاقتصاد تاع الدولة وبشكل عام والتسهيلات في المصارف أو توفير البند الأول من الميزانية وهو المرتبات. وبالتالي الخلل في السياسات وفي اتخاذ القرارات المستعجلة، أنت دار يعني تقتل زي ما بيقولوا ضبانة بيدانة، أنت دار تنتهي من الناس اللي بتاجروا في الدولار في السوق الأسود، خلقت أزمات تانية، أزمات أساسية دخلت في كل بيوت المعلمين هؤلاء، على أساس أنهم بيقوموا بأدوار وبيقوموا برسائل أساسية في تعليم أبناء السودان وبنات السودان بمرتبات ضعيفة لا تكفي حاجتهم، وبيقوا حسي ما قادرين يتحصلوا عليها. وده ناتج للخلل الحاصل إنه الموضوع بتاع تحجيم السيولة بدون مراعاة لمثل هذه الظروف. ده مطلوب تدخل سريع من وزارة المالية من البنك المركزي، إنهاء حالة الأزمة اللي خلقتها تحجيم السيولة، ولإعادة يستلموا مرتباتهم وإعادة السوق في المصارف، إعادة الحياة لهؤلاء ولأسرهم اللي هم متضررين في حاجة ما عندهم يد فيها. وده بوضح مرات كثيرة زي ما تحدثنا قبيل عن المشكلة بتاعت كسلة، إنه عدم التنسيق بين الأجهزة الحكومية في وزارة التعليم العالي، وزارة التعليم ووزارة المالية وبنك السودان، والتنسيق مع بقية المصارف ويدفعوا ثمنه مواطنين، وخلقت أزمة سياسية الدولة ما ناقصها يعني في إنه وقف احتجاجية ممكن تعمل قضايا أكبر. وده كله ليه؟ لأنه ما في حس لمتخذين القرار بمعاناة المواطنين، ما في حس بسياسات واضحة في لما أنت تدير أزمة ما تخلق أزمة تانية، لابد تكون أنت عندك استراتيجيات واضحة، سياسات واضحة، تعاين الوضع من كل جوانبه، وما في مواطنين أو معلمين أو موظفين أو عمال يدفعوا الثمن. ونحن بنرى الآن إنه الناس واقفين في صفوف طويلة عشان ياخذوا يصرفوا من مرتبات والمعاشات الدولة نقلت إنه المرتبات يتم صرفها عن طريق البنوك وعن طريق الصرافة، قالوا ده سيستم ممتاز لازم. هل يمكن دي خطوة إيجابية؟ لكن الخطوة الإيجابية دي أنت لازم تخدمها، توفر الصيغة في النظام المصرفي، توفر المتابعة اللازمة وضرورية، يكونوا حق يسحبوا أموالهم. ده حق قانوني وحق ملزم به والبنوك، وحق أيضا للمواطن عشان يقدر يعيش. يعني ده هو مرتب أنت بتاخده له في النظام المصرفي ما يقدر يسحبه، وهو قام بدوره. حتى المودع العادي، أنا أفتكر السياسة دي مفروض تراجع سريع، يعاد حتى يعاد للنظام المصرفي دوره والثقة فيه، وتترفع هذه المعاناة، إنه تنهى هذه السياسة، وحتى من القائمين اتخذوها يقدموا اعتذار للشعب السوداني، لرجال الأعمال، للموظفين، للعمال، لأنه لما ترتب عليها حتى تستعيد البنوك الصيغة. يرى البعض أستاذ خالد أنه ربما عادت المؤسسات لصرف المرتبات من خلال شباك الصراف، وهذا يتنافى مع اتجاه الدولة الحكومة الذكية والرقمية وحوسبة المرتبات. لكنها الآن الأزمة أو الإجراءات الحاسمة والقاطعة بتجفيف السيولة ترتب عليها معاناة هذه الشريحة التي كنا نتحدث طبعاً عنها. هل يمكن أن نشهد عودة شباك الصراف في المؤسسات مرة أخرى لتصريف المرتبات؟ دي طبعا هزيمة لـ 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 للتطور وللحداثة ولمتغيرات العصر، ترجع للطريقة الآلية
وانت لما تكون القروش دي في البنوك بتكون اكثر امنا، بتحرك البنوك وبكون في سيستم بيكون في شفافيه اكثر، محاربه للفساد، محاربه للبيروقراطيه، والعالم كله ماشي للبطاقات البلاستيكيه والنظام نظام الامور الاموال كلها تكون في النظام المصرفي، ودي الحاجه الحديثه. انت لما ترجع لورا دي هزيمه حتى لسياسات الدوله، يعني الدوله ما تعمل تكتيكات قصيره المدى وقصيره يعني بعد ذات بعد ضعيف وقصير تهد به سياسات واستراتيجيات الدوله. لابد انت ما تتخذ من قرارات انيه تكون في سياق استراتيجيات الدوله وسياساتها الماليه والاقتصاديه والسياسه العامه، فده هزيمه كبيره وانتكاس لسياسه الدوله وانتكاس لحتى مجهودات كبيره قامت بها اجهزه حكوميه وقامت بها شركه القطاع الخاص لانتقال لمربع جديد حتى يكون البلد النظام المصرفي فيها ماشي لوضع جديد. انت الان بتتكلم عن نظام مصرفي حديث ما بعد رفع العقوبات الاقتصاديه، والسودان دار يربط النظام المصرفي مع النظام المصرفي العالمي من جديد، فما ممكن تنتكس ترجع للنظام اليدوي والنظام بتاع الخزنه وتتراجع عن نظام المصرفي. نعم. ده خساره للبنوك، نعم. خساره للحداثه، خساره للدوله، خساره حتى للمواطنين. هذا الخبر لنقابه المعلمين التي تبحث عن حقوق المعلمين وتاخر صرف مرتباتهم، بينما لا صوت للوزاره المسؤوله عن هذه الشريحه. اين وزاره التربيه من هذا الامر؟ لانه كبار المسؤولين في الدوله ما قاعد يتم محاسبتهم، ما قاعد تتم معاقبه، ما قاعد تتم محاكمات، ما قاعد يفقدوا مناصبهم نتيجه للاخطاء اللي بيقوموا بها. عشان كده بيكون في بطء وعدم اهتمام. لكن انا افتكر الموضوع اول شيء من حق كل الموظفين والعاملين في الدوله والقطاع الخاص ياخذوا مرتباتهم ما دام قاموا بمهامهم. لكن الشيء الاكثر اهميه انه وزاره الماليه في السنوات الماضيه كانت عملت خطوات كبيره لصالح انه يتم كل التعامل المالي يتم عن طريق البانكينج سيستم وبصوره حديثه وبصوره تراعي موضوع تاع الكمبيوتر والتغانة. نعم. والانترنت والنظام. أشكرك. المصرفي فوقت بيستشرف السودان يخش النظام المصرفي الجديد، فلا بد انه يتم مراجعه انه ما تكون سياسات الانيه للدوله تهزم استراتيجيات الدوله وسياساتها على المدى الطويل.